مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني توك. اليوم الضيف ديال الحلقة هو السي فؤاد أحضار، نائب برلماني هنا بالجهة ديال بروكسل. سي ان ديبوتي بروكسلوا نيرلاندوفون في بروكسل. السي فؤاد أحضار ايضا هو نائب ديال البلدية ديال الجد وفاعل يعني نشيط في العمل السياسي والجمعوي هنايا في بروكسل. غادي نناقشوا معاه مجموعة ديال القضايا ديال اللي خلقت الحدث مؤخرا في بلجيكا. السي فؤاد أحضار السلام عليكم. وعليكم السلام. دونك السي فؤاد نهضروا فرنسية ولا فلامانية ولا العربية ولا الشلحة؟ يعني تحت ريفي مغربي فلاماني فرانكوفوني باش نهضروا. نخلطوا نديروا بوان داشي بحال كيعجبوا المغاربه كاملين. الو غادي نفهموا انت دونك ديبيوتي بروكسلوا سي سا فؤاد أحضار. تي بو بارلي دو 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 طون بارتي فوالا دو تا ديبوتاسيون. فوالا بالنسبه انا فؤاد أحضار برلماني دابا 7 سنين في بروكسل وفي الحساب السياسي اليسار دا غوش دونك دو بارتي سوسياليست فلامون باش تعرفوا بي اس بي ا سوسياليست لي بارتي سوسياليست فلامون. دونك عندك لي فرانكوفون وعندك فلامانيين باش تعرفوا الى في بلجيكا عندك لي فلامون وعندك لي فرانكوفون وكل واحد عنده حساب ديالهم. مي بحال لي حساب اللي غتشبرهم بواحد الفلامانيين غيكونوا عند فرنساويين. Donc en hommage, je suis dans le Parti Socialiste depuis déjà plusieurs années. Ou d'abord, on est dans le conseil communal. On est dans le Jet, ou dans le Jet, il y a 20 000 personnes. Alors, si vous avez dit que vous avez dit le rôle néerlandophone, ou vous avez dit que 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 vous دول اخرى مثلا المغرب كاين يعني ثلاثه ديال الجهات ثلاث ريجيون كاين لا ريجيون فلاموند في لو نور كاين لا ريجيون دو بروكسل كابيتال في الوسط وكاين لا ريجيون والون اي دونك كاين هاد لا ريجيون فلاموند اللي فيها لا كوميونيتي فلاموند عندهم حتى هما الغوفرنمون ديالهم وهاد الغوفرنمون ديالهم فيه واحد الوزير اللي سميتو كيرت بورجوا كيتكلف ايضا بالمسائل ديال الاندماج المهاجرين ومؤخرا هذا الوزير يعني خرج واحد ما يسمى لو كيت دانتيغراسيون سي ان كوفري فيه دي في دي كتاب قال لك كنوجهوا للناس اللي بغاو يهاجروا او لا يجيو يعيشوا معنا في الفلامان نقولوا هكا بالدارجه او لا في المنطقه الفلامانيه وهاد الكفر اللي خرج يعني وقع فيه واحد البوليميك وقعت فيه الهضره لان جاب شي حوايج للناس قال لك اتون واش صحاب المهاجرين اللي غادي يجيو الفلامان جايين من الغابه ولا جايين بلا جانغ ولا لان فيها شي حوايج مثلا غادي نشوفها وغادي تعلق عليها انت يا سي فؤاد أحضار كيقول لك مثلا الفلامانيين كي ما كيبغوش الصداع بحال اللي زعما الناس اللي غادي يجيو يهاجروا الفلامان كيبغوا الصداع كيقول لك حنايا في لا فلوندر إلا بغيت تمشي تزور شي واحد خصك يعني جارك ولا أي واحد خصك تاخذ رونديفو بحال اللي زعما الناس اللي جايين من برا زعما كيدخلوا فوقاش ما بغاو كيمشيو يهجموا على الواحد في دارو إلى آخره يعني وكاين حوايج أخرين مثلا يقول لك وي خصك تحترم الوقت وتحترم المواعيد زعما بحال اللي زعما المهاجرين اللي جايين مثلا بالمغرب ما كيحترموش المواعيد هذا الشيء كامل هذا الكوفخي جاي في واحد الإطار ديال واحد السياسة اللي سميتها ليمبورغيرينغ الو غادي تفهمنا الاول السي فؤاد قبل ما نعقبوا على هذا الشيء اللي جا في هذا لو كوفخي شنو هي هاد ليمبورغيرينغ واش انت معها او لا ضدها اولا يعني هاد سياسه الاندماج بصفه عامه قبل ما ندخلوا لي ديتاي باش نفهموا هنايا باش تعرفوا الى 64 الناس كيجوا كيهاجروا على بلجيكا دونك انا ليميغراسيون دائما كانت المشكل اللي كاين بعض الناس كيجوا عندنا مثلا هنا في بلجيكا مليون و100 الناس اللي اصل ديالو ماشي بلجيكي نص كبير جاي على برلا ديال اوروبا كان نص كيجي من اوروبا ونص كبير ما جاو من الدول العربيه وكيجيو من بحال المغرب بحال المغرب دابا بحال المغرب, المغرب. بحال المغرب عندك مثلا مثلا عندك 300000 حتى 350000 ديال المغاربه اللي كيجيو مثلا جاو وعايشين هنا في هذه المنطقه في بلجيكا وكل عام كاين 15000 ديال المغاربه اللي كيجيو بقضيه ديال تجمع عائلي كيجيو هنا لبلجيكا وهذوك الناس ما عارفينش من منطقة يجوا الناس كيجيو مثلا يعيشوا في منطقة بروكسل خصو يعرفوا الا جيت لبلجيكا بنادم مزيان يعملوا امبرغيرين انا ماشي ضد الامبرغيرين امبرغيرين مزيان وشنو امبرغيرين هو الناس اي واحد اللي جا من بلجيكا ويجي لاول مره لبلجيكا ما كانش هي منطقه بعد قضيه فلاندر مثلا في بروكسل وفي لا والوني ماشي اوبليغاتوار في لا فرانس سي اوبليغاتوار انا جو سوي بور لوبليغاسيون ديال هذيك امبرغيرين يعني امبرغيرين سي كوا امبرغيرين هو الناس يجيو يعلموا ثلاث شهور يعلموا اللغه الاوليه ديال الدوله بنادم الا عنده اللغه الفرنسويه كافي
الى ساكن مثلا في لافلونتر سيعلم فلامانيه. اذا ما يمكنش انت كتعيش تحجر بواحد البلاد وما عندكش اللغه، كيفاش انت باش تخدم ولا وقع لك شي حاجه ولا شي مشكله ولا غير باش نفهموا؟ يمكن كاين الناس اللي ما كيعرفوش، يعني في الفلامان كنهضروا اللغه الفلامانيه، كنهضروا الفلامانيه والاكثريه الا باش تمشي تخدموا خصك تخدم بالفلامانيه ولا عندك الفلامان باش نكونوا هكا. مثلا تمشي لكون، تمشي لانفيرس، تمشي مثلا المالين، كتمشي لليمبورغ، بزاف الناس ساكنين تماك واكثريه ديال الشركه كبارين وما كيمشيو غير في لافلوند، عارفين ايكونوميك مو لافلوند الشركات موجودين تماك في لافلوند، والحمد لله مغاربه موجودين عاود في لافلوند، الناس كيجيو يعملوا تجمعات اللي كيجيو عند العائله ديالهم. الوغ انت متفق انهم يتعلموا اللغه وهذا اوبليغاتوار؟ انا كنشوف اي واحد اللي غادي يجي بلجيكا يعلم الا الفرنسويه الا يعلم الفلامانيه، هذه الاول. ثانيا خصو يعرف القانون ديال بلجيكا، يعرف الحق الحق ديالو، وخصو يعرف ليزوبليغاسيون ديالو، فهمتي؟ ماشي يجي يقول لك فوالا انا عندي الحق. عندك الحق نعمل، فعندك الحق، ماشي عندك ليزوبليغاسيون. عندك دي زوبليغاسيون مثلا لو ريسبي افكتيفمون دي ريغل دو كوتوم دو تو لي جور دو لا في كومين اون بلجيك، هذه مهمه بزاف. كاين دي فالور ديال لا سوسيتي اللي خصنا نحترموهم، هذيك اللي كيهم دابا بحال اللي قلتي دابا بالعربيه. المشكله كاينه في هذاك لو كوفري. دابا نجيو لهاد كيت بورجوا، نجيو هذاك كيت بورجوا. كيت بورجوا ما كيهضرش على القضيه ديال يكلف يقول فوالا علم اللغه، ماشي بقات على اللغه. بقات مثلا كيقول لك واحد لو بوين، يقول لك انا في بلجيكا باش هذيك لو كوفري يقول لك شنو فيها في بلجيكا، وخصك تعرفوا بلجيكا واحد مره فيها شتاء واحد مره فيها سخانه، كل مره كيفاش تبلو. واخا هذه ماشي مشكله مزيان، كيقول لك الناس بلجيكا بلجيكيين وسورتو الفلامانيين ساكنين في الديور بحال هما ساكنين في شجره، فهمتي؟ بحال كروده، بحال اللي في المغرب ما عندناش الديور. كيقول لك مثلا هنا في بلجيكا خصك تجي في الوقت الساعه هو 9، بحال زعما في المغرب الوقت ما كيهمهمش، اي واحد يجي فويا ما بغا ويدخل فيما بغا، بحال الميعاد ما كايناش في المغرب. كيقول لك مثلا في بلجيكا ما كنضربوش اولادنا وما كنضربوش النساء ديالنا. دابا فوق تشوف هادشي كيقول كيفاش ما كنضربش النساء ديالنا، فهمتي؟ بحال هنا في بلجيكا ما كان حتى واحد كيضرب مراته. مثلا كتشوف هنا في بلجيكا عندنا لي شيف 14 حتى 15% ديال النساء اللي كيشكوا بين اسمها راجلهم ضربها، كيتشكوا بين ما راجلهم ضربها وكيضربوهم. ونقولوا مثلا المغاربه كلشي كيضربوا النساء ديالهم، ها هي 2% 2%، وفين هما 13% اخرين؟ دوك هذا المشكل، هادو كيهضروا في هذه المشاكل بحال المغرب ماشي دوله. ما عندهمش الاحترام. حنا كنقولوا المغرب يعني مثال غير باش نقربوا الصوره، زعما باش نقربوا الصوره، يعني هذا الشيء كينطبق على كاع الناس اللي كيجيو بلجيكا، يعني يكونوا مغاربه ولا ماشي مغاربه، ولكن مزيان كنهضروا هكا المغرب غير باش يكون مثال، يعني باش نعرفوا سيتو، فهمتي؟ كيقول لك هنايا ما خصناش نضربوا ولادنا ونسانا، بحال زعما في المغرب، بحال في المغرب هذيك الشيء كاينه، يعني كاين في المغرب الواحد كيفيق في الصباح ويدي كيضرب مراته وولاده، فهمتي؟ بحال زعما كانت خبر، بس بنادم احسن يضحك في هذا الشيء. في الحقيقه هما ما كيضحكوش، هما هذيك الشيء كيشوفوها فعلا واعيه، كيقول لك هذا الشيء كاينه، علاش كان مغاربه قال لك هذا الشيء؟ فعلا كاينه، كان شي دوله ما كانش الناس كيضربوا النساء تاعكم، وهذاك الشيء كتهدد على هذا الشيء، سي نورمال اوني كونتر سا، اي اون دو سي اتاكي، مي سا اكزيست دون توت لي سوسيتي، مي سي كيستيون دو فيولونس، ما عندهاش علاقه بالقضيه ديال هذا مغربي ولا بلجيكي ولا طلياني ولا هذاك الشيء، هذا الشيء كاينه. مثلا القضيه ديال الوقت، واحد كيحترم الوقت واحد ما كيحترمش، واحد اللي مربي يكون بلجيكي ولا يكون مغربي ولا يكون في شي دوله اخرى، هذاك الشيء ما يمكنش. هذاك سي بور سا لو كيت مو جافي ان سوغي بروبليم افيك سا، سكين بروبليم سورتو البروبليم سي دوله كان قبل ما تخرج هذاك الكيت خصها نورمالمون تشوف شنو فيه، باش دوله مغربيه تقول له ماشي اي الزبل اللي عندك اللي عملتيه انت في بلجيكا وتسيبه تماك في المغرب. هذه دوله والناس فهمتي. اسمح لي السي فؤاد باش نفهم، باش الناس يفهموا على من كتهضر، لان الوزير غيرت بورجوا هذا الوزير الفلاماني مشى للمغرب مؤخرا ودام هذا لو كيت وقال لك غادي نفرقوا المغاربه اللي بغاو يجيو يطلبوا الهجره يعني في لي زومباساد، وتلاقى حتى مع وزير الجاليه السي معزوز وعطى له هذا لو كيت في الاجتماع. ولكن يمكن السي معزوز ديال الوزير ديال الجاليه كان عاد مازال ما قراش وما عارفش شنو فيه، ولا ما عرفش شنو انا ما قادرش نقول لك شنو فكر، ما عرفتش السي معزوز بعدا جا في الوقت ولا ما جاش في الوقت الاجتماع. فوالا هذاك الشيء الاول سول اللي خصنا نسولو، خصنا نشوفو جا في الوقت ولا ما جاش في الوقت، يمكن جا في الوقت، فهمتي؟ اذا ما قالوا حتى شي حاجه على هذا الشيء. دونك خليك قلت لك كنضحكوا في هذا الشيء واحسن نضحكوا، ما حقيقه هذاك الشيء فهمتي حاجه باش نقول لك كتمزق على واحد 43 مليون مغاربه مثلا، يعني ماشي مثلا كيديروها. اذا هذا الشيء ماشي معقوله باش يقول لك اليوم تجي انت تقول تولي لي كيفاش خاصني نمشي في المجتمع ديالي. انت كدوله واحد يجي باش يعمل تجمع لي هنايا فعلا يجي باش يخدم، علاش باش يجي او لا يقرا او لا مثلا، لا مثلا هما كيقول لك خصك تعرفوا اذا جيتي بلجيكا جيتوا باش تخدموا، علاش هما جاوا باش يسرقوا؟ جا باش يسكنوا في الديور، علاش انا ما كنساكنوا في جبولات ولا كنساكن كنا ساكنين في الغيران في الغير،
ولا مثلا كيقول لك ولا ديتوا ما تنساوش ديروا الاوراق ديالكم كاملين وفوا غتمشوا للبلديه مشوا فويا البيبان فويا فتحوا البلديه ما تمشوش قبل ولا مورا بحال اللي غادي نمشيو للبلديه هانتي اون فالي لا كومون كون لي زور سون فيرمي دونك سمح لي هاد الناس اللي داروا هاد الشيء وفوا كنهضروا مع مثلا سي كنهضروا مع مسيو بورجوا كيقول لك وي مي جي بريباري سو كيت افيك دي ماروكان كوم سي سي ماروكان هادو المغاربه اللي ريبريزونت لا كوميونيتي ماروكان جينيرال شكون هما هاد المغاربه اللي ما نعرف جاوبوا الناس قالوا لك انا وجد هاد الشيء مع المغاربه فعلا كان مشاكل فعلا الا جيتي مثلا الا جيتي الناس كل واحد بالطريقه ديالو الا كتعرف لي سونكل كوم كتقول مثلا في بلجيكا عندنا واحد القانون كيقول لك مورا 10 ما كانش يصدع ما عندكش علاقه انت مغربي ولا بلجيكي اي واحد خصو يعرف بالنسبه في العشاء الناس خصو يحترمهم وهذيك شي سيرومال علاش انا ما كنتش باش نمشي نخدم دونك سي نورمال خصو هذاك الجيران ديالي خصو يحترمني فوا يكون انا الجيران ديالي بلجيكي وسكران وكيعمل صداع ثلاثه ديال الصباح هذا واش من علاقه وهذا شنو غادير مع هذا تا دير تحط له واحد الكيت هذه ما عندها علاقه خصنا نشوفوا المشكله الا كان شي مشكل غادي نهضروا على هذا الشيء دابا الناس اللي غادي يجوا لاوروبا ولا جاوا مغاربه جاوا لاوروبا سي نورمال انا كنقول بالنسبه انا وبالنسبه حسب ديالي خصي يعلم اللغه اللغه مهمه علاش كنقول لك واحد ليكزومبل مثلا كنشوف واحد المراه وقال واحد المشكل مع ولده المراه ما تهضر لا الفرنسيه ولا الالمانيه جات وقال ولده وقال واحد كريز ديبيليبسي الولد بدا كيتيح تماك يعني مرض كريز ديبيليبسي كريز ديبيليبسي واحد المرضي وتاح ديك الولد بدا دوخ بدا المهم ما عرفش شنو غدير المراه ما قدرتش تعيط للبوليس تعيط لومبيلونس ما تقولش بونجور مسيو سيل فوبلي الولد كيموت اذا لابد اللغه يتعلمها سمح لي نسولك انا السي فؤاد حيدر دابا انت كتعطي مجموعه ديال لي كريتيك لهاد لو كيت اللي هضرنا عليه اولا قلت بان انت ماشي ضد سياسه الاندماج يفو توجور اون بوليتيك بور بيرميتر aux immigrés de s'intégrer dans la société pour apprendre la langue c'est très bien mais vous êtes contre les excès ديال لي جاوا هاد لو كيت بحال اللي كيربيهم من جديد سي بورجوا انت مزيان هادشي اللي قلت ولكن واش الحزب ديالك هضر في هادشي ولا غير هكا انت كتهضر لا ماشي دابا انا ما كنهضر على انا ماشي كنهضر ولا انا قلت لك انا جيت دي اونو دو مون بارتي فوالا سي بيان انا ما كنهضرش شنو درتو الوغ اونو دو فوتر بارتي اون ا بارلي دو سا جوستومون اون بو با رونتري دون تو لي ديتاي مي اون ا يو ان ديبا او بارلمون عندي ما كوليك ديال ميلاد ريسي هضرت وسولت هذاك الوزير قول له شنو هذا الشيء هضرنا وياه عندي بالا تلفزيون الحمد لله في لا فيرتي وقع دي بريس كوبور دون لي جورنو وهضرنا قلنا شنو كوني با داكور افيك سا كي ان بروبليم فعلا يفو ايسي دي لي جون ا ايسي دي سو سورتير ان بلجيك باسكو سي با فاسيل اي جا ماشي سهله هو شنو قال هو دابا هو كيقول لك جي فولي ستيغماتيزي بيرسون انا لا ريبونس كي نوزا دوني كيقول لك وي انا هضرت هذاك الشيء مع الناس كل دوله ديت واحد ولا جوج وهضرت معاهم بحال واحد مغربي يقول لك وي كان في تماك في واحد الروبورتاج كيقول لك انا خصك تعرفوا الميعاد عند ساره هو تسعود هي تسعود فعلا هذا الشيء قلنا فين كاين الناس ما كيحترموش الوقت وهذاك الشيء تربيه فعلا الا بنادم كيحترمك يحترمك يكون تسعود ولا خمسه انا كنقول له دابا كتهضر كتقول لي انا كمسلم اللي كينوض في خمسه ولا سته الصباح باش نصلي الفجر غتقول لي انت فين غنوض في الصباح ولا ما نوضش في الصباح بنادم لي مربي فهمتي تبقى يقول لك هذا لوكيت انا ما عنديش مشكل مع لوكيت سو لا كيسيون ديال لا لونغ ومثلا باش تقول لي كيفاش كيعيشوا في بلجيكا ولا سي با سي با سي با فاسيل هذا الشيء مي باش تقول لي انا في بلجيكا الا ما عملتيش شي ميعاد ما تمشيش على الجار ديالك ولا مثلا انا هنايا بلجيكا ما كيضربوش ولادهم ما كيضربوش مراتهم ولا مثلا هذا الشيء ما عند خارج القانون هذه ما عندها حتى شي فكره ما عندها حتى شي اساس باش نهضروا في هذا الشيء سي فؤاد حيدر كاين اللي كيقول لك بان المنطقه هذا الشيء اللي جابه غيرت بورجوا يعني ما جابوش منه لذاته يعني من نفسه لحيت كيقولوا الناس بانه يعني المنطقه الفلامانيه يعني فيها يعني شويه ديال الراسيزم اكثر من القياس مقارنه يعني كومباري افيك لي دو زوت ريجيون وهذا الشيء اللي خلى يمكن هو كيخرج بحال هذا لو كيت واش فعلا المنطقه الفلامانيه شوف المنطقه الفلامانيه فيها راسيزم اكثر من لا والوني و بروكسل مي عندنا لي شيفر فهمت عندنا لي شيفر اون اون بيرسون ان فلاندر سور 6 كي فوت اكستريم دروات عندنا 15% دو لا بوبولاسيون اللي كي صوت على الحساب ديال العنصريين وهذا 15% اللي كيقول لك انا عنصري وما كنهضروش الناس اللي كيتاخذوا مع السياسه اخرى كيقول لك انا باغ تراديسيون ولا مثلا ما قادرش ننتخب على السياسي اللي فيه عنصريه كيقرب العنصريه دونك فعلا هي اون توندونس بارابور ا سا انا مثلا لو كيت اللي داروا هنايا ما داروش مع الناس اللي فريمون عايشين المجتمع ديال المغرب وفريمون عارفين شنو كيوصف في المغرب يمكن هذوك الناس اللي كدت المغرب كاع سي بوغ سا نقول لك هذاك لو كيت ان ني كونيتيت انا بالنسبه انا هذاك لو كيت انا كنقول زعما كون كنطلب الدوله البلجيكيه مثلا ما تفرقش هذا الشيء بيسك هذاك لو كيت خصك واحد لو كيت انا فوا كنجي خص يكون واحد الكيت يكون بلج ما يمكنش انا سيفوره بلجيكيه
غتجيو عند واحد تقول له ها روحي لوكيت. وانا بغيت انا نمشي نسكن في الوالوني ولا ما ساكنش انا في الوالون. لا بوكسر ما عندهمش لوكيت. سي ني با اوبليغاتوار بور المومون. il y a effectivement des informations. il faut informer les gens. moi je reviens là-dessus. le place principal c'est de former les gens. c'est que la formation ou la formation de la langue. la langue هي مهمه. وفعلا le droit et les devoirs. باش يعرفوا مثلا باش تقول واحد مثلا هنايا مثلا في بلجيكا جيتي واحد البلديه ساكنه في البلديه ديالنا هاك واحد الباكي خصها تعرف مثلا الحاجه الزبل ما كتخرجوش مثلا كل يوم كتخرجوا غير اثنين ولا رابع هادي سي نورمال باش الناس اي واحد حتى انا الا كمثلا المغربي وبلجيكي وكنعيش مثلا مشي نخرج واحد المنطقه اخرى غادي يقول لك اسيدي كنتي في البلديه ديال في البلديه ديالك كنتي كتخرج الزبل لا ثلاثه هنايا رابع ماشي الخميس هادي ما فيه مشكل هادي ما فيها مشكل غير باغي زعما الناس اللي كيشاهدونا هذاك لوكيت يعني فيه كتاب وفيه دي بروشور في واحد دي في دي وهذاك الدي في دي فيه دي تيمونياج ديال مجموعه ديال الناس يعني فيهم مغاربه اسبانيول اتراك افارقه وكاين واحد المغربي واحد المغربيه اللي زعما كيمثلوا المغاربه وكيعطوا دي تيمونياج حنا ما بغيناش ندوزوهم حنا ما بغيناش نبينوهم سي فواد هضر مثلا هذيك المغربيه انا كنتذكر قالت لك بينما هذه الوقيته قالت لك خص الواحد يفيق بكري باش يمشي يخدم الى خصو يخدم مع السته وخصو يفيق مع الخمسه ماشي يقول ننعس شويه حتى يعني وحنا ما بغيناش ندوزو هذا الشيء يعني بوغ ايفيتي لي ستيغماتيزاسيون باش انا جيتي شوكي وزعما ما بغيناش ندوزها في مغرب تي في هاد لي زيماج يعني باش ما هذيك المراه زعما ما نعطولهاش الدعايه اكثر من اللازم يعني بالنسبه لك ملي كتسمع في لوكيت اولا في هاد الدي في دي كيقول لك الى غادي تخدم مع السته خصك تفيق مع الخمسه وما تبقاش ناعس صافي دير بين هما كي صافي دير بالنسبه ليهم يعني المهاجرين اللي غادي يجيو من المغرب ولا من افريقيا يعني عطينا غير للنعاس كاستون بونس سي فوا دحيت شوف انا ما غادي فجو با رونتري دون لي ديتاي بارابور ا سا انا نقول لكم واحد حاجه هنايا كيعيطوا لي فلامون لي فلامون غادي يقول لك جيتي واحد المره اوغوتار بوتانيه ما حتاش تجي دونك هادشي هذيك التربيه اللي كيقول لك التربيه هذه كتكون اوتوماتيك هذه ماشي قضيه فلامون ولا فرونسيس ولا هذيك الشيء يقول لك بغيتي تخدم مرحبا كن في الوقت انا ما غنستناكش ماشي تقول لي تروك دونك هذيك الشيء غادي تكون اوتوماتيك بلا ما تقولها له تقول له كوتي مسيو والمغاربه غنقول لك فوا كيكونوا هنايا وعندهم الشرف ديالهم يقول لك خمسه غير الخمسه يقول لك سته يكون سته لي غوتا غادي يكونوا مي سي ني با بروب او ماروكان ايفيكتيفمون اون ا سيت ايماج مالوغوزمون عندنا واحد ليماج ما تصبحش ناعس صافي ديك كوا ساندوي كوا ما تصبحش ناعس فبا يفو خصك تفيق بكري باش تمشي تخدم صافي ديك كوا ما عرف يمكن الفكره ديالها عندها شي فكره ما انا ما انا بالنسبه لا يمكن يمكن انا كنت تخافاي افيك سي تو تخافاي بارابور ا سا ان توكا باش يقول لك الفو فينير تخافاي هنا الدوله ديال الخدمه وفعلا الدوله ديال الخدمه الناس اللي غادي يفكروا غادي يجيو هنايا باش يبروفيتو بالسيستيم هذه ما كايناش انا حتى انا بديت كنقولها انا واحد المره جا واحد السيد بدا كنعمر على دوسي ديال ريغولاسيون يلاه جا من اسبانيا بدا كنعمر دوسي ديالو قال لي قلت له اسم نون برينو دات دي نيسونس كنعمر وقفني قال لي اسمح لي اخي هنا ماشي بحال اسبانيا فوق كيحطوا الشوماج كيتعطوا الحياه ياك قلت شنو كتقول لي دابا قول لي دابا انت كتقول لي انا غادي نمشي نخدم 14 15 سوايع في النهار باش نخلصك انت هذيك كتقول لي دونك لي بروفيتاج يو لوغ توجور سي با بروبر 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 سي با Mais bêche de généralisation, non. C'est pour ça qu'un habit de chine est un J'ai dit à une journaliste, monsieur Haïdar, je n'ai pas carte de chine qui est là. Pour toi, madame, c'est la limite du racisme. Si ce n'est pas du racisme, il faudrait presque porter plainte. Mais moi, c'est le Maroc qui doit porter plainte. Moi, je suis scandalisé en tant que démocrate. Je suis scandalisé. Mais le Maroc, où habite de l'ouvre, c'est qu'il faut carte de chine. Il faut mais c'est quoi Il y a de l'autorchon, mais trop de chiffres blindés. Alors je crois que un si j'étais marocain du Maroc, vous savez ce que je devrais faire, il faudrait demander au Maroc, mais je dois au moins le kit. Le kit ديال النصارى اللي غادي يمشيو بجيجين اللي غادي يمشيو للمغرب. شنو يعملوا في هذا الكيت؟ شنو يعملوا فيه؟ قلت شنو غاديروا في هذاك الكيت؟ قلت لهم مثلا قالوا هنايا ما كنحدوش الولاد. علاش؟ علاش باسكو عندها كثير ديال البيدوفيلي هنا في بلجيكا. علاش لي بيدوفيل كاملين بلجيكيين؟ عندنا 100 ولا 200 ولا 500 ولا 1000 ديال البيدوفيل في بلجيكا غادي نعلقوا هذه ليماج على بلجيكيين كاملين. جا وقال لك الناس لا علاش حشوم عليك كتخلط كل شيء قلت له انتم ما كتخلطوا السياسه كنهضروا في العامه كنهضروا بارابور ا دي سيتياسيون دو غروب ما كنهضروش مثلا في لي كا انديفيديوال ما كنديروش لا بوليتيك في زاني دوك اني دوك عندك مثلا واحد قصه وبدا كتعاود القصه باش تقول غترجع للبلاد كامل هذه ما كايناش
هنا علاش عندنا مشاكل ديال السكره، عندنا مشاكل ديال 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 الناس كيقتلوا نفسهم او كيقتلوا روحهم، فهمتي؟ هذاك الشيء كثير عند المشاكل. ولكن اسمح لي، سي بروبر بلج نو سي بروبر دي انديفيدو. دابا حتى في المغرب عندنا مشاكل مع بعض الناس، ما غتخلطوش تقول الناس. ولكن شنو كثرت البلاش كمثلا ولا في الماني كيقول لك وحنا المشاكل اللي عندنا اكثريه عندنا مع المغاربه. لا دابا كيقول لك ولا اسمح لي انا كان زعما جمالوغ بلاص، كيقول لك وتمشي مثلا لا بريزون لا سيجن كتلقى فيها الاغلبيه مغاربه ولا من اصل مغربي. ما عند شنو كترد عليهم؟ اسمح لي هذيك سي دو شوز في ديفيرون. دابا هذوك الناس هذوك اللي كتشوفوا في الحبس اكثريات خلقوا هنا كبروا هنا وعندهم التربيه ديال بلجيكا. ولكن بلاش كيقول لك هذو مغاربه. مغاربه هو سيف علينا هنا مغاربه، يعني من دير المشاكل كتولي مغربي. اسمح لي انا جو سوي زاجي هذوك بلاصتي، انا جو سوي بلجيكو ماروكان تاني جو سي اصل ديالو مغربي. وشنو كترد عليهم ملي كيقول لك هادشي؟ لا كيقولوا هادوك سون دي جون باج كي اونتي ايديكي ايسي، سو سون دي فويو. اي الوغ يا ميت بيتي مينوريتي. المشكل اللي كاين في هاد لابريس هنا في بلجيك هو المشكل ديال الاذاعه، كيهضروا غير على المشاكل اللي عندنا وما كيهضروش على مثلا الوفات اكثر دي بلو دو 100000 بيرسون اللي هما خدامين هنايا وما عندهم حتى شي مشاكل. المغاربه الحمد لله اي سون فريمون بيان انتيغري دون سبيي. في اي فاي ما مشيتيش من الدوله فاي ما بغيتي تمشي غتكونوا كيكونوا الطبيب، كيكونوا الاركتيكت، كيكونوا لي بوليتيسيان، كيكونوا الناس كيشطبوا، كاين الناس لي ميكانيسيان. في اي مثلا غتشوفهم هما موجودين وخدامين هنايا في الدوله. سي فؤاد، غير باش يعني المشكل كبير وعميق، ويعني المشكل ديال الهجره وديال الانتيغراسيون ليميغراسيون، يعني مشكل يعني تري كومبليكي، ويعني كما قلت يعني فيه سلبيات وفيه ايجابيات، زانكونفينيون زافونتاج، وزعما كاين فيه ما يتقال دابا. ولكن حنا يعني باش نحاولوا يعني ندوزوا للمسائل الاخرى، ولكن يمكن عندها علاقه حتى بهذا الملف. سمعنا مؤخرا هذا الاسبوع بانما يعني كان مشروع ديال جوج مدارس اسلاميه بغاو يتنشؤوا هنا في بروكسل، يعني بروجي دو كرياسيون دو زيكول اسلاميك. واحد كاع سيت ان كومبلكس يعني في ماتيرنيل بريمير وسكوندير، ولكن هذا الشيء داروا في لو كوتي فرانكوفون يعني في بروكسل، ولكن دي كوتي فرانكوفون. ولا مينيس ديال لا كوميتي فرونسيز ديال ليدوكاسيون مدام دومينيك سيموني قالت بان يعني كاين جوج ديال لي بروجي، واحد ديال مسجد الامل وواحد ديال سيجن غادي نتذكر الاسم ديال واحد الجمعيه في ايفير في لا كومون هنايا في بروكسل. يعني في نظرك كيفاش كتشوف لهاد لي بروجي؟ واش شي حاجه مزيانه ماشي مزيانه؟ لا الحمد لله خير، علاش ما يكونوش مزيانين؟ كاين المدرسه ديال 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 لا كوميونيتي جويف ديال اليهود، عندك المدرسه ديال الكاثوليك، وعندك لو ليبر، عندك لي كوميونيتير، دونك علاش لا؟ يكونوا غير نو تكون فيت دي زيكول دو كاليتي. الى ان مومون دوني كتشوف ان ابورتون اون ماتيير بيداغوجيك كلير، دونك اون ايديوكاسيون كلير ا نو انفون، mais en même temps trouver un équilibre entre la vie mondaine, la vie dans l'au-delà, dans le spirituel et la vie de tous les jours, mais c'est merveilleux. Je ne demanderai pas mieux. Aujourd'hui, des écoles se créent. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est pas de qualité. Nous avons un problème au niveau de la communauté française, un sérieux problème. Et ils le savent très bien. Et de la communauté flamande, alhamdoulilah, on a quand même des bonnes écoles. Mais la communauté française, on a un sérieux problème. Et ils le savent. On a beaucoup de madrasa françaisienne en Belgique. Et finalement, il a des gens qui madrasa. Mais je ne veux pas dire une madrasa. Quand je vois Benisma, Benad Belhijab, qui croit que l'homme est mûr, il doit entrer. وانت كيقول لك انا مسلم وعندي مثلا انا بنتي يعني بعض البنات، انا عندي مثلا بعض البنات، فهمتي؟ بنتي بغات دير الحجاب. دابا ما كانت حتى شي مدرسه في بروكسل اللي كتسمح ولد بنتي باش تدير الحجاب. لا باقي تري 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 غار باقي. اون 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 سول، فهمتي؟ علاش يتجمعوا تماك؟ علاش ما عنديش الحق بنتي تمشي لواحد المدرسه ديال الكاريتي؟ ولكن دابا المشكل اللي كاين، دابا تذكرت الاسم ديال الجمعيه اللي في ايفيرس سميتها لا فونتين، دونك كاين مسجد الامل في اندرليكت ولاسوسيسيون لا فونتين اللي مازال ما دخلوش يعني بطريقه رسميه المشاريع ديالكم، ولكن باغيين يخلقوا هذه المدارس الاسلاميه. الناس كيقول لك ماشي عملتي الجامع عملتي الحيوط وغادي والاقسام فوق المسجد وغادي دير مدرسه اسلاميه، مدرسه اسلاميه او لا يعني مدرسه رسميه عندها ذاك الطابع الاسلامي اون بلوس، يعني راه خصها شروط وتحترم وخص الاساتذه يكونوا في المستوى وخص ليكيب بيداغوجيك تكون في المستوى، يعني مسؤولين يعني. واش انا ما كنقللش بالاهميه ولا بالمسؤوليه ديال الناس اللي مورا هذه المشاريع، ولكن واش تشوف بانه دابا هذه المدارس غادي يكون عندها مثلا ان سوكسي غادي يعني واش الا درنا مدرسه اسلاميه يعني المغاربه غادي يديروا غادي يخرجوا ولادهم بالمدرسه ديال الدوله ويديروهم في هذه المدرسه ديال الاسلاميه اللي تابعه لشي مسجد مثلا؟ ما دابا كتقول واحد الكلمه كتخليك تقول لي ولا غادي يتبعوا بمجيد، الناس ما بغاوش سبيسيالمون يتبعوا بمجيد، ولكن المدارس فوق المسجد وي ماشي كتسهل، حتى لهم لي لوكو وغتشوف شنو غيديروا.
الحمد لله استودا لي بروفيسور ماسكولين فيمينا سيزير دي فام دي زوم اون انا على بال ايسي ان بلجيك تبارك الله موجودين استاذ موجودين والناس كي زون لا بيداغوجي بو فوار ترافاي عندهم دي جون دو كاليتي ليبر يديروا واحد مستقبل ولادنا موجودين في بروكسل هما كيطلبوا غير حتى لهم القسم باش يخدموا حتى لهم دي زيكول بور ترافاي تو فا فوار كون فا سورتي دي بون ريزولتا اوجوردي سي ديجا بروفي عندنا مثلا غير ليكزامبل مثلا دي ليكول دو سيرنا C'est une école qui sont d'origine turque, ce sont des Turcs qui sont organisés. On a Asliyum de Turquie. On a les deux avec Mdrasa. Lucerna College. Il a chauffé Internet Lucerna College. Il a chauffé Benisma. Akhtar Yadel Oustadel Khadami Fadik Mdrasa. Ce sont des personnes d'origine turque. Ce sont des professeurs. Ou un homme a un très très bon rapport de la communauté flamande. Alors qu'ils sont super sévères. Peut-être deux fois plus sévères avec eux. Donc nous avons les personnes de qualité, nous avons la pédagogie, nous avons des gens qui peuvent mettre le projet en place, mais ils ont besoin de moyens. Et malheureusement, mais effectivement, on doit besoin de moyens financiers. Les moyens financiers ne vont pas tomber de dessus. Et malheureusement, mais aujourd'hui… Mais c'est les moyens financiers, c'est le savoir-faire. C'est vrai, je vais être contre vous sur le point. Pas de souci. Mathalène, dans l'aqsam ou dans l'aqsam de l'aqsam de l'arabie qui est sur le masajid, انا كنشوف يعني الدراري اللي كيتبعوا ماشي كلشي كيتعلم اللغه العربيه يعني كنعرف ناس دايرين ولادهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين يعني ابار شي ايات قرانيه وشي كلام بالعربيه شي حروف بالعربيه يعني كتشوف الولد ابري 5 كوم ما تعلمش شي حاجه بلا ما كيهضرش شي العربيه يعني ما كاين نقص يعني ما نبقاوش نقولوا بان ما لا باش اسمح لي كاين الكفاءات كلشي مزيان كلشي مخيار الى اخره الا كنهضروا على مدرسه بلجيكيه اللي كتعلم بحال المدرسه ديك كونفا دون ليكول دي ليتا Alhamdulillah, on a les compétences. On a des professeurs qui sont des pédagogues. Ils sont capables de pouvoir faire le travail. دابنتا كتهضر على الناس اللي كيحتلوا مثلا مورا في الجامع كيحتلوا الدرس باش يعلموا العربيه هذوك الاساتذه هذوك الاساتذه اكثريات ما جاوا من المغرب ولا مثلا ما عندهمش هذيك لا بيداغوجي بو فوا ترافايي اكثريات الناس ما عندهمش حتى الدبلوم غير كيعرفوا يكتبوا ويجوا يدرسوا الاولاد شكون اللي اونجاجهم شكون اللي خدمهم مساجد الجامع هو دابا ما كنشوفوا غنشوفوا مدرسه فوق الجامع توت افي ما هذاك سان غين افوا هذاك سي اون اي اس بي توت افي ابار هما ايزون بور لي فاسيليتي ما عندهم شي لوكو بور لي فاسيليتي كيمشيو للجامع يقول لهم اسكو سي بوسيبل يوتيليزي فو لوكو مثلا دو 8 اور دي ماتان جوسكا 5 اور دابخي ميدي باسكو هادوك لي لوكو كي بخو خاوي داكور دونك هما يفول كومونسي كيلك بار كوم اي نون با لي بوسيبيليتي بيسكو لا كوميونيتي فرونسيز لور مي با ديسبونيبيليتي دي لوكو اي دوف كومونسي كيلك بار اي مالوروزمون او هوروزمون الحمد لله اون ا دي موسكي كي اوفر لور بورت اي كي ميت ا ديسبونيبيليتي لور لوكو Peut-être que demain, dès qu'ils auront la possibilité de louer ailleurs, ils iront ailleurs. Mais il faut profiter de l'occasion aujourd'hui. Quand maintenant, Fdoula, Bruxelles, Braibno, Mehna, Alfenou, Aïchin, Braibno, Sebain, Drasat. 70 écoles. Donc, il a Brao, maintenant, Tanouma, pour avoir un courant philosophique musulman, mais qui respecte la démocratie, respecte effectivement les lois du peuple belge. Moi, je ne vois aucun problème. Il y a des dizaines de madrasas. Il y a des catholiques, des centaines d'écoles. Il y a des catholiques, mais il y a des madrasas pour l'église. او لا اليهود مدرسه فوق لا سيناغوغ باسكو ما عندهم لي لوكو لا ولكن انت عاد كتقول بان لي مسلمون عندهم لي مويان والحمد لله تبارك الله لي مويان بور فار ايزون في دي موسكي وي اوجوردي يفو تروفي لي مويان بور فار دي زيكول دونك سي سا دونك يفو بوتيت ريفليشير ا كريي بلوس ديكول كو دو موسكي Je ne sais pas si il faut faire les deux aussi, ce n'est pas un problème. Oui, donc quels sont les moyens ? Je pense que c'est deux choses qui sont tout à fait séparées. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire un projet. Il faut y croire. Et nous, on croit en ces projets. Ce sont des projets pilotes. Il y a deux associations qui se mettent en place. Et moi, je fais un appel à la communauté de se mettre en place et de soutenir ces gens qui veulent mettre des écoles en place. C'est vrai que la communauté française doit apporter les moyens. Mais je pense que si on attend la communauté française, on va attendre longtemps. Ils vont les aider pour trouver les professeurs, pour payer les professeurs. Mais en tout cas, infrastructure, je pense que c'est nous qu'on doit mettre la main à la poche. Et moi, je suis un parmi eux qui, effectivement, mettent la main à la poche. Parce que si on peut créer des écoles de qualité, qui ont une tendance philosophique, religieuse, qui respectent, que ce soit ma spiritualité et le quotidien de tous les jours, moi, je n'ai aucun problème de faire ce genre de projet. Merci beaucoup, Wada Hidar, pour votre intervention dans ce كما قلت يعني هذا الملف ديال الهجره وديال الانتغراسيون وديال يعني الجاليات كامله بغات تكون مغربيه ولا ماشي مغربيه باش تندمج في هذا المجتمع ماشي سهله خصها الدوله تقدم لها الدعم كما قلت خصنا تساهم في تعليم اللغات الاجانب تعاونهم يعني في معرفه الحقوق والواجبات ديالهم ونتمنى اننا نستدعيك مره اخرى لان الحديث معك شيق وتري زاغريابل باش نناقشوا مسائل اخرى انا الى ذلك الحين اقول لكم سيدتي وسادتي الى اللقاء ومره اخرى ان شاء الله في برنامج جديد من برنامج تيجني توك مع السلامه